كاتب الزبده. ولي الاجواء برد برد برد. تفيت حاطين اشياء حيوانات محنطة زي هذا القرد اللي مع الرجال محنط، حتى هذا الاسد والابوة محنطة. زحمة زحمة. Namo Narayana.
شوف كم لبست جاكيت، واحد اثنين على البلوزة، برد برد، درجة حرارة كم؟ 11 تخيلوا. ما رايحين بقالة عشان ماجد واحنا في الطريق مرينا على بقالة، الزبدة شرينا له بعدين ما شرينا لا هو حط شو اسمه يعني اشترى بعدين ما حط أغراض على الطاولة، هو ما حاسبها الرجال. الزبدة نساها وقال ما قاعد يبكي ومدريش ويبغى يبغاها غصب يعني. ما بكيت. إلا بكيت. بلكن. لا أمزح مع الرجال، ليش يبكي أصلاً صح؟ من جد. اللي يبكي هو عمره 13 عام. زيك مثلاً. أمزح. إيش تبغى تشتري هناك؟ شيتز. تشتري شيتز؟ برد 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 برد. الزبدة نرجعكم لما نوصل البقالة، يلا. يلا إيش تشتري؟ خلص شيتز. ورا يمكن؟ يب خلص. ايش تشتري طيب؟ ما لنا شيء. تشتري هذا؟ قول لهم في شيتس. ما في ما في ها شوف ما في. قول لهم يمكن في. ايش؟ قول لهم يمكن في يمكن. يغصب هو خلاص ما في. اروح اسالهم. في حرام؟ في حرام؟ شيتوز حرام؟ شيتوز حرام؟ ما في؟ رحت سألتهم قالوا له ما في والله أقسم بالله صدمني. خذ تسالي والله هذا زي حرر أحلى من حرر. هذا إعلان التسالي يا عيال. يلا بس ليه ما تأخذ بطل؟ أيوة تربح مني وطيب كمان خيص. أيوة وفر على نفسك. هذا إعلان كمان البطل. خذ ها خذ طيب جبن أو فلفل. جبن نادر تربح. طب بسرعة بسرعة ماي ما نبغى نطول. يلا يلا ايش؟ ما في شيء هذا اللي عندي او مش بباقي عادي مو لازم تطول. سالي سالي و غير رايه. شفت كيف هذا اعلان سالي برضو خلصت اخيرا خلاص اشترينا اخيرا رضينا ماجد الا زعل ماجد. يلا تبغى شيء ثاني يا ماجد؟ قلبك ها؟ يعني قلبك تبغى ايش؟
قلبك. تبغى قلبي؟ طيب كذا بموت انا. يلا الحين بعكس فيديو. انا رجلي تجمدت. انا رجلي ماتت. شيت يا رجال. كيف ماجد المهرجان اللي كان هناك في الكورنيش؟ هذاك شفت الايرون مان رجل الي حلو صح؟ خرب كل شيء. ليش؟ لانه طفى الانوار. لا هم طفوها عشان يبين، عشان ما يكون في انوار كثير ما يبين الانوار حقته. يلا ماجد سو داب. لوك ماجد داب. اعطيه واحده ثانيه. داب. يلا اعطيها ثلاث مرات. يلا. طا 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 طا. يلا يلا وصلنا البيت. شوف تحمس وريع.